بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم والدرس 17. لازلنا نتحدث عن تنظيم صندوق الوارد أو تنظيم البريد بشكل عام، والنهاردة نتكلم عن شكل من أشكال القواعد، وهي حاجة اسمها الخطوات السريعة أو الكويك ستيبس. والكويك ستيبس هي جديدة في 2013، هي عبارة عن مجموعة من الأحداث. أنتوا فاكرين القاعدة كانت عبارة عن مجموعة من الشروط، بناء على هذه الشروط يتم تحت لو انتم فاكرين القاعدة كانت عبارة عن مجموعة من الشروط والأحداث، بناء على هذه الشروط يتم تنفيذ تلك الأحداث. الكويك ستيبس هي مجموعة من الأحداث فقط أو الإجراءات. طب هي هتتنفذ ازاي؟ هتتنفذ لما تدوس على اختصار معين في الشريط أو على اختصار من نوع المفتاح. زي ايه؟ زي ان انت تبعت الرسالة دي إلى شخص محدد أو إلى مجموعة من الأفراد، او ان انت ترد على رسالة وتحذفها، او ان انت تعمل اي كويك ستيب تاني، اي اجراء تاني. الكويك ستيبس او الخطوات السريعة بعد ما يتم انشائها يمكن استدعائها باستخدام اسمها او باستخدام اختصار من 9 اختصارات. يعني انت لا تستطيع انشاء اختصار جديد، لكن تستطيع الاختيار بين 9 اختصارات. تعالوا نعمل الكلام ده عملي. انا محتاج في احيانا كتير ان انا اعمل فورورد للرسائل دي الى ايميل المدير، وهو farour450@gmail.com. فانا واقف على اي رساله تو مانجر. دايما الكويك ستيبس عباره عن اسم وفي معلومه ناقصه، مين هو المانجر، فلازم اديله هنا ايميل محدد. كده انا بقول له ايه؟ بقول له ان القاعده اللي اسمها تو مانجر، على فكره ده مجرد اسم، انا ممكن اسميها اي حاجه، يعني ممكن اسميها تو احمد، ممكن اسميها حتى بالعربي الى احمد، اي اسم، ده مجرد اسم احمد بس وهكذا. يبقى انا تو مانجر دي لو قلت له دلوقتي سيف اصبحت كلمه احمد، لو وقفت عليها رساله ودوست عليها الرساله دي اوتوماتيك حصل لها فورورد لمين؟ اوتوماتيك اتبعتت خلاص نسخه من الاحمد. بنفس الطريقة أقدر أتحكم في كل الكويك ستيبس. يعني وليكن مثلا تيم دي مجموعة من الأشخاص، مين هم؟ لازم أختار. طب هتبعت لهم رسالة جديدة؟ ماشي. طيب تعالوا بقى نمانج واحدة منهم. أنا هروح لمانج كويك ستيبس وهقف على أي قاعدة وأقول له إيديت. هنا الأكشن، الرسالة اللي أنا واقف عليها أعمل لها فورورد لأحمد، لأ ده أنا عايز لما أدوس على أحمد أعمل رسالة جديدة لأحمد. يبقى مكان كلمة فورورد أختار نيو. يبقى أصبحت أحمد دي، طب بس في معلومة ناقصة، نيو لمين؟ لازم أرجع أكتب الإيميل كمان مرة. يبقى أصبحت كلمة أحمد دي لما أدوس عليها تعمل لي رسالة جديدة وتكتب قدام كلمة تو فارور 450@gmail.com. طيب عايز اي رساله اقف عليها وادوس على كلمه ريبلاي اند ديليت دي توديها للجنك. يبقى هروح مانج ريبلاي اند ديليت اديت، مش ريبلاي، انا هعمل موف تو فولدر. ماشي، كابي تو فولدر وليكن الجنك، وبعد ما تعمل لها كابي احذفها. يبقى انا لو وقفت عليا رساله ودوست على ريبلاي اند ديليت، هي اصبحت مش ريبلاي على فكره، هو كان المفروض طبعا ان انا كمان اغير الاسم، زي ما قلنا ده مجرد اسم جانك اند ديليت. وهكذا اقدر اعمل مجموعه من الاكشنز زي ما انا عايز. فممكن اعمل نيو رول، سوري نيو كويك ستيب، اسميها مثلا فريندز، واضيف هنا ان انا عايز اعمل الفريندز دي عباره عن رساله جديده نيو مثلا لمين، اكتب هنا اسماء اصحاب. وممكن اضيف اكشن تاني، يعني بعد ما ابعتها مثلا احذفها من السنت فولدر وهكذا. واحده من مميزات الكويك ستيبس ان انت تقدر تعمل لها شورت كات. يعني الكويك ستيبس اللي بتعمل رساله جديده لاحمد دي هروح اعمل لها ايديت واختار لها شورت كات كنترول شيفت 1.
يبقى في اي لحظه وانا فاتح الاوتلوك لو دوست كنترول شيفت واحد هيعمل لي رساله جديده لاحد. اللي بتعمل ديليت اند جانك اقدر اعمل لها مثلا اختصار ايديت كويك شيفت 2. يبقى لو وقفت على اي رساله دوست كويك كنترول شيفت 2 الرساله دي هي راحت الجانك الاول وبعدين اتحذفت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.